سعر الذهب في مصر النهارده الاثنين 15/4/2024، سعر الذهب النهارده الاثنين سجل رقما جديدا، حيث صعد سعر الذهب عيار 21 بقيمة 35 جنيه، وعالميا استقر سعر الذهب على آخر ارتفاع ليه، لتسجل أونصة الذهب في البورصة العالمية حوالي 2344 دولارا. سعر الذهب النهاردة في الصاغة 15/4 سجلت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ، وذلك بعد آخر هبوط سجله المعدن الأصفر بقيمة 70 جنيه العيار 21 بحسب آخر سعر معلن من شعبة الذهب. السعر كالآتي: ارتفاع سعر الذهب من عيار 21 سجل حوالي 3265 جنيه للبيع مقابل 3235 جنيه للشراء. سجل سعر الذهب من عيار 24 3731 جنيه للبيع و 3697 جنيه للشراء. سجل سعر الذهب من عيار 18 2798 جنيه و 6 قروش للبيع و 2772 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ارتفع ليسجل 26120 جنيه للبيع مقابل 25880 جنيه للشراء. خلي بالكم ان اسعار الذهب بتختلف حسب المصنعية، وممكن يعني تجار الذهب يضعوا قيمة مصنعية 100 جنيه على جرام الذهب، يعني على سبيل المثال عيار 21 بيساوي 3230 جنيه وبالمصنعية بيساوي 3330 جنيه. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وتأكدوا من شراء الذهب بالفاتورة من مكان موثوق تجنبا لأي مشاكل. أترك لحضراتكم التعليق.